بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه استعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن لازلنا مع السلسلة أوظف معارفي في التحولات الكيميائية في المحلل الشاردية من الكتاب المدرسي للسنة الرابعة من تعليم متوسط، ومع التمرين العاشر من الصفحة 53. هذا نص التمرين، يقول أوظف معارفي. عاشرا، محلول حمض الكبريت. إن محلول حمض الكبريت مكون من شوارد الكبريتات SO42- وشوارد الهيدروجين H+. عندما نصب هذا الحمض على قطعة من الحديد يحدث فوران، والغاز المنطلق يتفرقع بوجود لهب في نهاية التحول. نرشح المحلول الناتج في أنبوب اختبار، ثم نصب عليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم، فنلاحظ تشكل راسب أخضر. اكتب الصيغتين الكيميائيتين الشارديتين لمحلولي حمض الكبريت وهيدروكسيد الصوديوم. حمض الكبريت بما أنه مكون من شاردة هيدروجين موجبة وشاردة كبريتات سالبة ثنائية، حتما تكون هناك شاردتي هيدروجين لكي يكون متعادلا كهربائيا، وبالتالي تكون الكتابة له بهذه الصيغة. إذن الصيغة الشاردية لمحلول حمض الكبريت هي 2H+SO42-. أما الصيغة الثانية، ما هي المطلوبة؟ قلنا حمض الكبريت وهيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم صيغته الكيميائية، الصيغة الشاردية له، هيدروكسيد الصوديوم هي شاردة الصوديوم الموجبة Na وشاردة OH السالبة أحاديتين، فأقل عدد تتوازن أو تتعادل به هو الواحد. نعم، كتبنا الصيغتين الكيميائيتين الشارديتين. ثم اثنين، سمي الأنواع الكيميائية التي تم الكشف عنها. إذن يقول كشفنا عن الغاز المنطلق في نهاية التفاعل بالفرقعة، نقرب عود ثقاب مشتعل من الغاز المتجمع فإنه يحدث فرقعة. إذن في الغاز المتحرر هو غاز الهيدروجين، فهو غاز الهيدروجين. ثم نمر إلى الأنواع الأخرى. إذن غاز المتصاعد الذي تم الكشف عنه هو غاز الهيدروجين. الأنواع الكيميائية الأخرى التي تم الكشف عنها، قال في نهاية فنلاحظ تشكل، نضيف، نرشح المحلول في أنبوب اختبار، ثم نصب عليه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم، نلاحظ تشكل راسب أخضر. إذن عندما نضيف قطرات أو من هيدروكسيد الصوديوم NaOH إلى المحلول الذي نتج عن تفاعل الحديد مع حمض الكبريت، فأعطى لنا هذا المحلول راسب أخضر، فهذا يدل على أن المادة أو الأفراد الكيميائية التي تم الكشف عنها هي شوارد الحديد الثنائية كما لاحظنا. إذن الأنواع الكيميائية التي تم الكشف عنها هي غاز الهيدروجين الاحتراق بفرقعة، وشوارد الحديد الثنائية هي التي أعطت لنا راسب أخضر. قال اكتب معادلة التفاعل، اكتب المعادلة المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية، علما أن شوارد الكبريتات هي شوارد غير فعالة، بمعنى لا يطرأ عليها أي تحول، يعني تبقى على حالها، وبالتالي تكون معادلة التفاعل الكيميائي كالآتي. إذن لدينا معدن الحديد، ذرات الحديد Fe صلب، زائد معذرة حمض الكبريت 2H+SO4، يعطي لنا تتحول الشوارد الهيدروجينية إلى جزيء الهيدروجين وهو الغاز الذي يتصاعد. من أين ستجد الإلكترونات التي تأخذها؟ تأخذها من ذرة الحديد، وبالتالي تتحول ذرة الحديد إلى شارد الحديد الثنائية. أما تلاحظ كما ذكر أن شاردة الكبريتات كما هي في المتفاعلات فهي في النواتج، أي فهي شاردة متفرجة لم تشارك في التفاعل، سماها هو بشاردة غير فعالة. بعد ذلك يقول قارن بين هذه المعادلة ومعادلة تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء. ذكرنا أن في معادلة تفاعل حمض كلور الحديد، معذرة، تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد أيضا أنتج لنا غاز الهيدروجين الذي يتصاعد وتشكل كلور الحديد. إذن
في الذي نقوله في المقارنة ينتج في التفاعلين، سواء في تفاعل حمض الكلور مع الحديد أو حمض الكبريت مع الحديد، يعطي لنا نفس الناتج. الشاردة السالبة لا تشارك في التفاعل، ولكن المشترك هو في النواتج هو غاز الهيدروجين. في التفاعل الأول يعطينا غاز الهيدروجين، في التفاعل الثاني يعطينا غاز الهيدروجين، لكن في المحلول الناتج يكون مختلف في الشاردة السالبة. يعني ستتشكل في المحلول شاردة الحديد الثنائية في التفاعل الأول وشاردة الحديد الثنائية في التفاعل الثاني، إلا أن الفرق في التفاعل الأول يكون الشاردة السالبة هي الكلور، وفي التفاعل الثاني الشاردة السالبة هي الكبريتات. إذن يتشكل كبريتات الحديد في التفاعل الكبريت مع كبريت الحديد مع الحديد، وفي التفاعل الآخر يتشكل كلور الحديد في تفاعل الحديد مع تفاعل الحديد مع حمض كلور الماء. إذن هذا بالنسبة لما ورد في هذه الوضعية. في الآخر أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.